اروح لمستر ساتيا يعني يمكن محتاج حضرتك اخصائي طبعا في يعني اكتشاف المواهب وتنميتها. طيب ايه الخصائص او المهمه للموهبه واللي ينطبق على كده في كل الرياضات؟ يعني الحاجه مش بس رياضه بعينها، بيبقى فيه خصائص مهمه تنطبق على الموهبه يقدر يطبقها في اي رياضه، ايه هي؟ ايه اهم الخصائص؟ Yes, well, first it's very important to أولا understand من المهم جدا أولا ما معنى الموهبة. الموهبة هي أن شخص لديه القدرة على التنافس مع أقرانه ويستطيع أن يتفوق عليهم. وهناك أيضا شيء أهم أكثر، كيف يمكن أن يؤدي في المستقبل. لديه الإمكانيات ولديه القدرة على تقديم ذلك وأن يكون أفضل من أقرنائه في المستقبل. كلمة الاستعداد هذا مهم جدا لأنها تقدم إلى المستقبل، هي مقدمة للمستقبل. نحن لا نعرف ما الذي يمكن أن يحدث غدا أو في المستقبل أو بعد شهرين، ولكن لهذا من المهم، وربما يكون أمر معقد، ولكن لا يجب أن نقيم الطفل في مستوى معين في لعبة معينة. ولكن في السن الصغير نحن نود أكثر أن نرى أو ننظر في ثلاثة عناصر. الأول الأمور المتعلقة بالأداء البدني والمعدلات النمو الذهني أيضا، وأيضا قدرتهم على التأقلم. سأشرح كل عنصر على حدة. كما قلت الشرط الأول هو الجزء البدني الخاص بالطفل. تحت سن 12 من المهم جدا أن ننمي معدلات النمو الذهني وأن حتى يستطيع الطفل أن يتعامل مع جسده، وهذا يتضمن أشياء مثل المرونة، التوازن، التأقلم بشكل عام. وهذه الأمور مهمة حتى يستطيع تحسينها في المستقبل، وهي مهمة حتى نستطيع اكتشاف المواهب، حتى نستطيع وأيضا نرى المعدلات الذهنية. كما قلت الأمور الأكثر أهمية في السن الصغير هذه تتضمن كما قلت معدلات النمو الذهني، وأنه عندما تضع أهداف مستقبلية يمكن أن تصل إلى هذه الأهداف. إذا أمنت بهذه النقطة فهذه من الأدوات المهمة جدا في اكتشاف المواهب. وهناك أيضا الحافز، كيف يمكن أن تضع لنفسك حافز وتعمل جاهدا. وهناك أيضا كما قلت العنصر الثالث التأقلم، والقدرة على التأقلم معناها أن عندما يتخطى إلى الجزء الأعلى فيستطيع أن يتأقلم مع كافة الفئات التي يتمرن معها، وكل ما تتقدم يكون هناك تأقلم مع المجموعات المختلفة. وهذه العناصر الثلاث الأكثر أهمية عندما ننظر إلى اكتشاف المواهب، هذه الخصائص الأهم. أشكرك الحقيقة، يعني أنت شرحت الموضوع بشكل جيد جدا وشكل مختصر، يعني الحقيقة يبقى سهل حتى السادة المشاهدين يعني يفهموا فعلا أهم الخصائص. الموضوع علم، الموضوع كبير، الموضوع مش صغير.